فلسطين على ما يبدو دقيقة جدا المعلومة. نعم، الرئيس السابق ميشيل عون يمكن بتصور وصل. هلا في معلومة بتقول انه طلع من امبارح عشية ونام فوق، وفي معلومة بتقول انه في طريقه او وصل الى دمشق، ولكن الاكيد انه الرئيس ميشيل عون في دمشق للقاء الرئيس الاسد. يعني معطى جديد ممكن يقتحم المشهد السياسي، اذا بدك ما كانت بالحسبان يعني بهي اللحظه. شو ممكن يكون طالع يعمل الرئيس ميشيل عون في دمشق؟ يعني من زمان هو اخذ عليه انه ما طلع خلال الست سنين. طيب ما كان رئيس جمهوريه، يعني في مرحله جديده بالسياسه، واضح بانه ما بده يقطع يعني مع هذا المحور ككل. ايه بس انت هلا عشيه جلسه انتخاب رئيس جمهوريه، يعني شو ممكن يكون طالع يعمل؟ وليش ما طلع جمعه الماضي او جمعه اللي قبلها مثلا؟ هلا التوقيت بيطرح الكثير من علامات الاستفهام، وخصوصا انه بالملف الرئاسي الرئيس الاسد دائما يقول توجهوا الى سماحه السيد حسن نصر الله في لبنان، الى حاره حريك. نعم طيب. ايه صحيح، يعني هذا حتى في فتره من فترات انتشرت انه ما وعد فرنجية بأي دعم، يعني إنه قديش في صداقة بينه وبينه، وإنه القصة مش عندي، ما بده يتدخل السوريين بهذا الموضوع، بموضوع الرئاسي في لبنان، أو على الأقل لا يرغبون بأن يبدو في صدارة المشهد الرئاسي بلبنان. بكل الحالات يعني إذا المعلومة دقيقة، قصة جديدة، يعني في معطى جديد باللعبة السياسية الداخلية على الأقل بموضوع الرئاسي، بموضوع العلاقة، بموضوع سوريا. إن شاء الله تساعد، يعني بالنهاية يعني في وضع مكربج. طيب برأيك هذه الزيارة قد يكون من نتائجها تأجيل جلسة الرئاسة؟ لأنه حتى النائب غسان عطالله كان عم يحكي، يعني طبعا أكيد كان عم يحكي ده والمعلومة عنده، يعني كان عم يحكي عن أنه شيء ما قد يعني قال إذا انعقدت الجلسة. نقطة ضعف للرئيس بري إذا أجل الجلسة، نقطة القوة عنده الهجوم المضاد اللي عمله هو انه حدد موعد الجلسة، وهي عنصر من عناصر القوة بالوقت، لانه بدكم تحدد. إيه بس اذا اجل الجلسة بناء على طلب الكتل بتبطل نقطة ضعف. ما بعتقد انه حدا رح يطلب بهالطريقة انه تأجل الجلسة. لا بدنا نشوف الكل عم يتصرف، الرئيس عون بأي معطيات بده يرجع من الشام. بس الكل عم يتصرف الآن بمنطق، في لحظة فيك تصفي الحساب مع الآخر، الثنائي مرشحه بالنسبة له حياة أو موت، مش هيك عم يتصرف؟ مثل ما عم تقولي جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية عم يشتغل شوفير بوسطة، بده يوصل حدا، هو بده شو يوصل؟ بده يوصل حدا مضاد للثنائي، مش هيك؟ صديقنا الوزير جبران باسيل كمان يعني قطع كل السبل وكل يعني المراكب، حرق كل المراكب إذا بدك مع حزب الله ومع الثنائي عموما. فبالتالي الآن يعني في لحظة تصفية الحساب، كل فريق بيعتبر أنه مناسب الآن، لذلك أنا يعني لا أتوقع أنه تتأجل الجلسة، وأنه ممكن تنعقد الجلسة بكل بساطة وبصرف النظر عن النتيجة. وقلت لك في انتظار حتى من برا من داخل نفسه، يعني أنا قبل قليل هلا في كمان هلا نحن خلينا نقول انه قبل ما نفوت على استوديو قلت لك يقال انه الرئيس عون بالشام، طيب مستحيل، يعني ما مش منطقيه، لا يقبلها العقل. هلا السؤال الاساسي كمان يا ريت حدا ياكد لنا اياه، جبران باسيل معه ولا لحاله؟ يعني هيدي كمان هون بتتغير معطيات كثيره، لانه اظن معه. تنشوف نشوف لحتى ما نخمن، يعني مثل ما عم نخمن بموضوع يعني انعقاد الجلسة وقديش بده ياخذ هذا وقديش بده يطلع وراء البيضة وقديش إلى آخره. نحن قلنا بالبداية إنه في خلط وراء اللي صار، يعني مسألة إقحام جهاد أزعور بالترشيح، رغم إنه رجل لم ما قال إنه أنا مرشح يعني لحد الآن. ففي معطى جديد فرض حاله على المشهد، كسر الرتابة، يعني من 7 أشهر في رتابة، بتعرفي بلشت بقصة ميشيل معوض والورقة البيضاء وإلى آخره، الآن لا، في مرحلة جديدة باللعبة السياسية. إلى أين ستقود هون السؤال؟ يعني بالنسبة لنا نحن إنه طيب بدنا نخلص من هذا اللي اسمه الشغور وهالمراوحة القاتلة بصرف النظر عن من سيكون، وبدنا ننتهي من مسألة إنه
الشيء اللي حكيتيه لحضرتك انه يا عمي هالفراغ هذا وهالشهور هل سيؤدي الى توتر امني؟ يعني بهي اللحظه الناس عم تسال، ودائما هذا السؤال مشروع ومشروع طرحه، يعني رغم انه انا بستبعد انه يصير في شيء، لكن على الاقل انه هالفراغ هالشهور هالاحتدام هالسجال ارتفاع لغه السجال طيب بهي الحاله. بس اليوم ايه هيدي المعارضه والقوات اللبنانيه وكل هؤلاء الافرقاء يلي تقاطع معهم التيار الوطني الحر على جهاد أزعور، يلي هن جزء من رفضهم الكبير لسليمان فرنجية انه ابن المنظومة وانه حليف سوريا، شو بده يقول لهم اليوم التيار من خلال هيدي الزيارة؟ شو بده يقول له لسمير جعجع مثلا؟ وشو بده يقول للمعارضين الآخرين يلي هن ضد النظام السوري وضد يعني جزء أساسي خاصة عند التغييريين من رفضهم لسليمان فرنجية هو علاقته ببشار الأسد؟ شو بده يقول لهم مش هالعون اليوم؟ كمان سؤال، يعني سؤال وجيه بالمعنى، احنا قلنا بداية انه اللي عم يتصرف او اللي عنده فعل بالبلد هن التيار الوطني الحر، يعني جبران باسيل الوحيدين اللي عندهم قدره على الحراك، يعني قادرين قادرين يقطعوا مع الحزب، قادرين يحاوروا المعراب، قادرين يحاوروا، يعني في عندهم قدره على الحركه، وهذا يشهد لهم يعني مثل ما قلنا بالبدايه. فخلينا نشوف يعني شو بده ينتج عن هاي القصه اذا كانت صحيحه. اول شيء بالدرجه الاولى نتاكد يعني. لا خلص اكيد انا اكيد إيه؟ مش نتاكد اكيد من قلب التيار يعني احنا بنقول مثل ما عم نقول لك، يعني بنقول انه هاي الجماعه يعني كان الاعتقاد انه هن بعد ما خلصوا من قصه بعبدة يعني على الاقل في حدا بده يجتثهم، يعني كانوا عايشين حاله امكانيه الاجتثاث على طريقه اجتثاث البعث للعراق، يعني لا قدروا هالجماعه خلال السبعة اشهر انه فعلا يرجعوا يثبتوا حالهم بالمعادله ويصيروا رقم صعب ويرجعوا يعني يرفعوا من وتيره حضورهم اذا صح التعبير ويخوضوا هذا الغمار، يعني مش عن مفترض كانوا هن يعني حدا بيظن انه هن بينكفئوا عن الساحه وانه بيصيروا بموقع دفاع وانه يعني حدا بيجتثهم او بينهيهم، لا قدروا هاي الجماعه بلحظه معينه، مش دعايه لهم يعني هذا واقع. اتفاق برايك يعني عارف حزب الله انه الرئيس عون طالع عشان؟ برايك بيطلع الرئيس بلا ما الرئيس السابق الرئيس ميشيل عون بيطلع بلا ما يكون منسق الموضوع مع حزب الله؟ والله سؤال بينطرح بطبيعه الحال، لا يعني لا اعتقد انه قياده حزب الله بالجو بهذا المناخ، لكن يعني وقت بيطلع الرئيس عون على سوريا بهذا الموقف، يعني بهذا بهذه القطيعه مع حزب الله شيء، وقت اللي بيطلع وبالتالي في رغبه باعاده الاوضاع ولا متى شيء ثاني. خلينا نشوف.